الحمد لله رب العالمين. نحن موجودين في حلب دائما ان شاء الله، ورسالتنا للشعب مستمرين والثوره مستمره وما راح توقف ابدا ان شاء الله تعالى. يا الله حلبكم صف يا الله، يا الله حلبكم صف يا الله. السنه الخامسه للثوره يلي ان شاء الله وتعالى متعشمين برب العالمين بالنصر ان شاء الله وتعالى، وان شاء الله مستمرين ومانا يا ثاني ما دام الله معنا، لا روسيا ولا ايران ولا شيء غيرنا، ان شاء الله على واحد الصفوف يا رب. يريد اسقاط النظام. هذه السنة الخامسة للثورة السورية المباركة، طبعا أكثر من مليون شهيد في هذه البلد المباركة في هذه الثورة، والمجتمع الدولي المتغازل بياخذ وبيعطي وما حدا عم يسمع، انه هي ثورة شعب، شعب طالب بالحرية. يحتفل الشعب السوري الكريم اليوم في الذكرى الخامسة بكافة الأراضي السورية، بكافة المحافظات والمدن السورية بالذكرى الخامسة للثورة السورية. شعارنا فيها أننا ليست الهدنة هدفنا، ليس وقف إطلاق النار هدفنا، هدفنا الرئيسي هو إسقاط النظام، هو إزالة بشار الأسد ورموزه. هدفنا الرئيسي هو تحرير الأرض السورية من كل المستغلين، من كل المستبدين والديكتاتوريين. 5 سنين والثورة مستمرة، 5 سنين ولسه مكملين، والشعب يريد إسقاط النظام.
لعون الله إخوانه، أقبل وصافح أخا ذابت حشاشته من الشقاق كئيب الروح حيرانا. كم فرقتنا شعارات وألوية كتائب هشة، ضيعت عنوانا مجالس هيئة حزب وأندية، وكم نسيت جمال. نحن منظمي الحفل منظمات المجتمع المدني في ريف حلب الشمالي، حبينا اليوم نقوم بهذا الحفل بمناسبة عيد الثورة الخامس، ونأكد أن الريف الشمالي مستمر وسيبقى صامد إن شاء الله وتعالى، وأن ثورتنا مستمرة، وبعض الخيبات أو النكسات في طريق الثورة لا تعني انكسار الثورة. نحن مصرين على المضي في طريق الثورة حتى إسقاط النظام. عنوان هذه الاحتفالية هو الصمود والثبات في هذه الأرض، رغم القصف، رغم الدمار، رغم الإبادة التي تعرض لها الشعب السوري، ما زلنا صامدين، ما زلنا متشبثين في هذه الأرض لنوصل رسالة للعالم بأن هذه الأرض هي أرضنا وسندافع عنها حتى نيل حريتنا بإذن الله تعالى. حبوا يعملوا مبادرة حملة نظافة بالإضافة لتشجير حديقة الشهداء. هي الحملة تهدف لإثبات للنظام أن نحن لساتنا صامدين لحتى آخر لمحة، حتى أطفالنا الصغار هن صامدين معنا، هن أصلا اللي عم يعطونا الأمل لحتى ننتصر، بيعطونا الدافع لحتى نصمد أكثر ونضل أكثر. طلعنا بحملة تنظيف كلياتنا نحن الأولاد، تعاوننا مع بعض والحمد لله مدرستنا وزعونا مكانس وغراض نظافية. طبعاً تعاوننا كلياتنا مشان ننظف الشوارع، مع أنه هي ما هي شوارعنا بس حلبية، طبعاً كلياتنا بيتنا وأخوتنا، وهيك طبعاً نكنسها ونحافظ عليها بمناسبة عيد الثورة الخامس.